السلام عليكم، كيف يا سيد احمد؟ لاباس؟ والله بغيت نسقسيك على واحد كنت نسقسيك على واحد الامر. كشغل بانت لي واحد، ماشي بانت لي واحد الدار، شغل واحد صاحبي راه ساكن في واحد الدار، وهذيك الدار هو ما عارفها لا تاع البنكه لا تاع لا تاع كيما نقولوا تاع لايوندا ولا مهمه، هيش تاع واحد بعطيمات هكا، وفيها واحد ثلاثة تاع لي زيتاج، هو ساكن فيها وحده، وكل خطرة يعرض عليا. أنا ساكن معاه في البي بلوك، شغل كيري وكاع، وعندي شوية مشكل تاع كرا، وهو يقول لي شحال من خطرة، يقول لي سامر روح الدار خاوية ومنا وكاع، وأنا ما نكذبش عليك، شغل عندي كواط وخدام وكاع، وخايف على صوالحي بزاف، وما يمكن كاش كيما مش كيما واحد كيما نقولو أنت قديم هكا في إسبانيا تعرف القانون وكاع. هاي بغيت نسقسيك إلى اسكو كيما نقول هذا مشكل كبير ولا ريسك، ولا ينجم الواحد يسكن نورمال هكا، ولا مع راسي دامت خويا كيما يقول لك مشاوره مليحه، تشاور الكبار وقدمه كاع باش تكون تعرف العقوبه، تعرف القانون والعقوبه اش كاين. هذا مكان اخويا سيدي احمد، ان شاء الله تكون تعرف اش حاجه وترد عليا اخويا. كيما سمعتوا في الاوديو بزاف ناس يسقسوني على هذا الامر. هذا اللي ما فهمش الاوديو، كاين ناس تفرع سكاني تاع لي بنك، ولا سكاني تاع اسبانيول املاك الغير، وهاد الظاهره هادي انتشرت بقوه، وبزاف تاع ناس غالطين، وخاصه الناس تاوعنا. انا غادي نعطيكم بزاف تاع الامثله ونقول لكم القانون واش يقول في هذا الامر. هذا بزاف ناس يستهزاو، ممكن يكون داير لي لايف، الناس كي تسقسيني على الكراء، واحد يقول لك ما لقيتش الكراء، واحد يقول لك اودي الكراء غالي، واحد يقول لك منا، كاين بعض يكتبوا لي في التعليقات في اللايف، نقول لك سيد احمد حلبهم قول لهم تاع لي بنك، وكانما حاسبينها سهله، قول لهم يفرعوا لي بنك. شوفوا اصدقائي، ندخلوا في السوجي، هذا امر خطير وامر صعيب بزاف. كان بزاف ناس فارعين سكاني تاع لي بنك تاع اسبانيول منا سانكرين فيهم، وهاد الناس هادو الدولة عندهم قاع الأسماوات تاوعهم، والناس اللي ساكنة في هاد السكاني هادو يعرفوا واش راني نهدر، يجوا عندهم دو فوا في 15 يوم، دو فوا في 3 موا، 4 فوا، 5 فوا، يجوا يدوا أسماواتهم. ومع الأسف الناس تستهزأ، يقول لك يجوا يضربوا علينا ألفا، يدوا الأسماوات يروحوا ما يديروا لنا والو، هما راهم غالطين. في يوم من الأيام غادي تدفع الأوراق تاعك، واش دير؟ هذه راهي قضية، عامين، عام ونص، عامين ونص، 3 سنين يخرج لك الشرع، فهمتني؟ هي حقيقة كاين بزاف ساكنين، وكاين ناس كيما أخينا منا اللي عندها الأوراق وغدوة يبغي يجدد الأوراق تاعه، هذه أوفيسيال يعطولك الريفي، يعطوك الدينيغاو. ولهذا أنا ما ننصحش، دبر خدمة وروح تكري على روحك، ما ننصحكش تروح تفرع سكنة. كان حتى ناس يخدموا في هذا الشيء، هذا يفرعوا سكاني ومن بعد يجي عندك ونقول لك اعطيني 1000 نعطيك سكنه، اعطيني 2000 نعطيك سكنه، فهمتوني كيفاش؟ ومن بعد شكون اللي يدو اسمه، وشكون اللي يروح غلط، وشكون اللي تكون عنده قضيه؟ هو انت باسكو النهار اللي يجي يشوفو ويدو اسمك، يدو اسمك نتايا، غدوة تبغي تدفع الاوراق ما تقدرش، خاطر راك موسخ،
راك استحوذت على املاك الغير، راك فرعت الباب وراك بدلت الساروت كما يقولوا المغاربه، راك بدلت الفاشيط. ولهذا هذه قضيه اللي بزاف ناس يستهزاو منها، حاسب لها ماشي قضيه، وهي قضيه خطيره بالبزاف. هذا الانسان هذا بعد لي اوديو، على الاقل شاور، على الاقل قال سيد احمد انت عندك مده هنايا كما سمعتوا، قول لنا رايكم في هذا الامر، قول لي رايك في هذا الامر، وما تقلقش وما تسرعش، وعندها الاوراق. انا جاوبته قلت له خطيك، راك كاري 150 200 300 شومبرا خير من لي تدخل هاد السكنه هادي، صاحبك عيط لك بالك هو ما عندهش الاوراق وراه باغي باصيك معاه، الله اعلم بالك راه يدير باغي يدير فيها خير، الله اعلم. ولكن هذه قضيه كبيره وقضيه خطيره، انا ننصحك دبر خدمه وكري. انا جاوبتها على كل حال، قلت لها ودي خطيك، والواحد يحوس يدير صوالح لي قال هنايا في اوروبا. وانا هذا الموضوع هذا انا عمري ما هضرت عليه، عمري ما هضرت عليه. كاين ناس ننصحهم برا هكا، مي في لي ريزو سوسيو ما نهضرش عليه، مالغري الناس يسقسوني ما نهضرش عليه. مي من جات الفرصه السيد بعث لي، قلت والله العظيم كاين ناس اللي تستاهل تنصحها بهذا الامر هذا، كيما السيد باين راه استشارني وباين بلي ناس مناح، قلت لها خطيك وانتوما خطيكم، خاطر والله العظيم الى تباصوا تكون عندك قضيه من القضايا. مام اصحاب المشاكل، كاين الناس اللي عندها مشاكل ويعطوهم الاوراق، يعطيك الاوراق نهار اللي تروح ترفد الاوراق قال ها الاوراق تاعك، ها الكارطه وها الغرامه، تخلص الغرامه روح دي الكارطه تاعك. وهذه صرات، تخلص البروسي روح دي الكارطه، هذه صرات. واحد طلع معايا في لايف دير افوكا، ادفع الاوراق خرج فافورابل، كي راح يديك وعطه مهم بصم نورمال عادي، وجدت له لاكارت قال هاي لا لاكارت وهاي لا 4000 اورو تاع المشاكل اللي كنت دير فيها، روح خلص 4000 وروح دي لاكارت تاعك، ما تخلصش لاكارت تموت عنا. جوا ولهذا خاوتي وخواتاتي ما ننصحكمش بهذا الامر. اي واحد يقول لك رواح نبيع لك مفتاح ولا سارود ولا نعطيك دار اعطيني فيها مكتوب 500 ألف، عرب اللي راه فرح ما تدخلهاش، تباصي عليها والله العظيم الا بسيط. وهاد الناس كاع كما قلت لكم اللي راهم ساكنين في هاد السكاني اسماواتهم كاع عند الحكومه ويعرفوهم بالواحد، ونهار اللي تكون كاين ليكسبيرسي يطيحوا عليكم انتم من الاولى. صاي ان شاء الله تكونتو استفدتوا، وانا نصيحه من القلب، نصيحه من القلب، خاص كاين الناس اللي باصات ونعرفوهم شخصيا. تحياتنا خاوتي، ابوني جام وبارطاجو باش الناس تستفاد، واجركم على الله.